لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل غير متزوج، هل هذا حديث؟ هذا لا ليس بحديث فيما أعلم، والذي لم يتزوج لا يخرج بذلك عن دين الإسلام ولا يوجد ذلك صلح الرب سبحانه وتعالى نظره عنه، وإنما الزواج أمر مستحب أو واجب إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتنة فهو واجب، لكن لو تركه فإن ذلك لا يوجب أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة.